كريزي، اهلا ومرحبا بك. اليوم الموقع ديالنا اشواق تي في، تبغي نسميك في الاول كريزي ولا عثمان؟ عثمان حسن. شنو الفرق ما بين كريزي وعثمان؟ هو كريزي يعني شوف داك بيرسوناج بوحدو، عثمان من الاحسن خليك مع عثمان. كريزي مرحبا، احنا بغينا عثمان. بغينا عثمان، سبب الحضور ديالك اليوم يا رجل جوهر، يعني كيفاش تلقيتي الدعوه؟ الدعوه تلقيتها من عند المانجر ديالي الجديد الناصري، دونك جات الدعوه وكانت استقبلتها بكل فرح وبكل افتخار، حيت فخر لي انني نكون لاعب في هذا الفيستيفال اللي هو واحد من اكبر لي فيستيفال اللي كاينين في المغرب، لما نقول احسن واحد يعني من عنده تاريخ وعنده يعني كيجيبوا فنانين كبار، وشرف لي نكون واحد من هاد الفنانات العام. يعني من بعد ما تلقيتي الدعوه اول واحد تصلت به هو السبعاتون باش يكون حاضر معك، شنو السبب اختيار ديالو؟ السبعاتون عزيز عليا بزاف وصاحبي من شحال هادي، مالغري كيخرجوا اشاعات داكشي فهمتيني ما على بالناش، حنا تنعيشوا في الواقع، حنا خوت بلا هادشي بلا والو، واول حاجه جاتني في بالي راه السبعاتون راه غيجي معايا. يعني هادشي لك يعني حاليا غندوي دابا على مستر كريزي. مستر كريزي حقق واحد النجاح كبير تبارك الله في المغرب، فيديوهات ولات كتحقق واحد النسبه المشاهده اللي هي عاليه يعني سواء يوتيوب، شنو هو السبب ديال هذا النجاح؟ وما نكذبش عليك، ملي كتخسر كلشي كتربح كلشي، دونك انا بنادم كيتلف كيطيح يعني، ولكن كيما نميلو ما نطيحوش. هاد لوب اللي خدام فيها من القلب فريمون، داكشي تنقول كامل واقع ليا بحرف بحرف، يعني ما زيد ما ناقص، يعني خايبه زوانه زوانه، وبنادم يعني وصل ليه داكشي، بنادم ما بقاش باغي الزواق، بنادم ولا باغي داكشي اللي في قلبك تقولو صافي وسالي. علاش قربنا اكثر للجديد الفني ديالك؟ الجديد الفني هو واحد لوب اللي خدام فيها اوتو اغريسيف، تلاحوا من ثلاثه ديال الكليبات، والرابع دابا جاي في الطريق اللي سميتو سكولات. بالنسبه للمشروع ديال عثمان فين واصل؟ وغادي مزيان صافا، داكشي ديال الدار فهمتيني، داكشي درتو للدار، وانا غادي في الكارير ديالي، يعني كنبقى شويه بعيد على داكشي، ما مره كنمشي تما كذا، داكشي غادي مزيان مادام دارنا فرحانين صافي، هادشي اللي بغيت. يعني واحد الفتره ديال كلاشات في الراب يعني في الدومين، حاليا كنشوف الوقت بردات، شنو هو السبب؟ راه هذا هو البلان، شوف راه كتنوض وصافي، وكتطفى وكيبقاو غير هذوك اللي خدامين، راه غيبقاو خدامين، راه كتقدر يعني حتى في الطبيعه راه كيوقع اعصار يوقع العيب، ولكن فوالا ما يمكنش تحبس الحياه، يعني حنا الدراري خدامين كلشي خدام، الله يسهل على الجامعه هادشي اللي كاين. واحد الفيديو كليب ديالك كنتي بينتي يعني واحد الضرابي ضربتيهم في الفيديو كليب، دارت واحد الضجه والناس كيسولوا واش هذوك الضرابي ضربتيهم بصح في الكليب ولا كانوا غير دويت على هاد المساله هادي، دويت عليها في بزاف ديال المواقع الالكترونيه، هذاك الشيء بصح، اللي بغيت نوصل به ماشي بنادم يمشي يدير داك الشيء، بغيت هذاك الشيء يوصل للعائلات بان راه كاين مرض، هذاك الشيء راه ماشي اي واحد ضرب الحمور ولا شمكار ولا لا، كاين ولاد عائله كيديروا. واكبر مثال على هادشي انا يعني فنان، ووقعوا لي العيبات اللي خلاوني ندير داكشي، دابا حبست انا داكشي ما بقيتش كنديرو، ما بغيت نوصل للعائلات انهم يهزوا ولادهم يمشيو يداويهم. فوالا خاص، حيت كاينين شي عائلات انا كنعرفهم ودارنا منهم، يعني حتى والدي اللي محافظين، وعائله يعني بحال كاع جميع العائلات المغربيه ما غيتقبلوش ولدهم ان كيضرب لحمو كيفاش شنو، ولقينا الحل، ويعني بغيت هذا الشيء يوصل حتى للوالدين ديال الناس الاخرين، حيت كاينين شي والدين اللي كيشوف ولده كيدير داك الشيء كيلوحوا الزنقه، خاصكش تلوحوا الزنقه، هزو ديه لطبيب نفساني داو، السيد عنده مرض نفسي، بنادم يعني ديبريمي شي لعيبه بحال هكا، هذا الشيء اللي كاين. ثقافه الكلاش تعرفات في الراب، حاليا اللي كنشوفوا فنانين مغنيين او ممثلين ولاو كيكلاشوا بعضياتهم يعني في خرجات اعلاميه، شنو هو الراي ديالك فيها؟ مزيان هاد اللعيبات هادو ما كانوش بوحدنا حنايا فهمتي، يعني شوف بالنسبه الى كان داكشي في موسيقى مرحبا، فنانين ولا ممثلين داكشي ما عنديش به علاقه، دونك ما نقدرش نحكم على مادام حيت ما متبعش داكشي مزيان باش نقدر نقول واش داكشي مزيان ولا لا، وانا يعني ما عنديش شي سلطه اللي غادي نجوجي بنادم. اتفق مع غير هي خارجة اعلامية يعني ككلاش بيناتهم، واش كتلاحظ انت يعني بحكم التجربه ديالك في الدومين؟ شوف باش نقول لك في هاد اللعيبات هادو انا ماشي ما عنديش شي تجربه اللي قديمه في الدومين، بحكم داكشي اللي كنشوف في ميريكان، يعني الممثلين ديال ميريكان كيكون هاد اللعيبات هادو كيكونوا على ود يعني حملات دعائيه لشي فيلم غيخرج شي بلان، كل واحد كيبغي يضرب على راسه، وهاد الاساليب هادو معروفين يعني من شحال هادي، ماشي تعتمد على هاد الشيء اللي كيبان لي انا، يعني بنادم كيبغي يسوق لواحد البرودو المنتوج ديالو ولا البروجي ديالو راه كيخرجوا بحال هاد اللعيبات هادو،
فازي الصاد فهمتيني كيشوف. رساله اخيره للجمهور ديالك؟ كنقول لكم نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، تسناو الجديد شواقر فيدان بيس.